موقف القوى السياسية والأحزاب من هذه التظاهرات، لأنه كان في دعوات ودعوات أخرى مضادة، تيار مقتدى الصدر، تيار نور المالكي وغيره دعوات، هل هذه الدعوات تستمر في التظاهر أم سيعودوا إلى طاولة الحوار؟ ما دام الإطار التنسيقي متمسك في المبادئ، وما دام الإطار التنسيقي متمسك بأن تكون الحكومة كالحكومات السابقة، التيار الصدري لا يمكن أن يتراجع عن هذه المظاهرات. والآن يوجد هنالك اعتصامات في داخل المنطقة الخضراء، هذا جانب. جانب آخر سيد العزيز، عندما انسحب السيد الصدر من البرلمان وقدم استقالة 74 نائب، قال بأن أنا تركت المعارضة البرلمانية واتجهت إلى المعارضة الشعبية، فبمعنى أي مسألة لا تصب بخدمة الشعب العراقي والمواطن سوف نخرج بمظاهرات. والشارع العراقي كان يأمل ويتوقع بأن الإطار التنسيقي سوف يأتي بشخصية غير جدلية، شخصية مهنية، شخصية لم يأخذ على عاتقه مناصب في السابق أو يكون من الخط الأول أو الثاني من الأحزاب. لكن الشارع العراقي قد تفاجأ بأن الإطار التنسيقي قد أتى بشخصية كل هذه المسائل التي ذكرناها متوفرة لديه، واليوم أصبح هنالك غليان. هذا جانب. جانب آخر سيد العزيز، في الأيام الماضية عندما خرج التيار الصدري في مظاهرات ودخل إلى المنطقة الخضراء في الأسبوع الماضي، كان يتوقع بأن الإطار التنسيقي سوف يتراجع عن هذا المرشح ويبدأ بمرشح آخر غير جدلي. لكن بعدها لاحظنا التصريحات هي غير هذه المسألة. التصريحات هنالك إصرار وهنالك تحدي وهنالك فرض إرادة بأن يبقى نفسه هذا المرشح. البعض سوف يسأل لماذا هذا المرشح أو لماذا هذا التأكيد أن يأتوا بشخصيات لديهم ولاء إلى الأحزاب، لكون هذه الأطراف السياسية لديها ملفات فساد إداري ومالي وملطخة أيديهم بدماء العراقيين، وهنالك إملاءات خارجية يتعاملون بها. فهذه الأطراف لا تريد أن تأتي بشخصية مستقلة، لكون الشخصية المستقلة من المحتمل سوف لا ينصاع إليهم، من المحتمل سوف لا يتابع أوامرهم، من المحتمل بأنه لا يحجم العراق من علاقاته الدولية، لكون لاحظنا العراق على مدى سنوات طويلة هو قد أصبح عن عزلة من المحور العربي من العلاقات الدولية ولا ينفتح، وبقي متغول بعلاقة مع دولة معينة وهي الجارة إيران. حكومة السيد الكاظمي لا انقلبت الطاولة، عدنا إلى حاضنة الدول العربية، أصبح العراق عنصر وجزء لا يتجزأ من المحور العربي. صحيح. وهنالك علاقات وهنالك مصالح مشتركة. هذه المسائل لا تصب هذه الأحزاب السياسية. هذا جانب. جانب آخر، المواطن العراقي اليوم ماذا يريد؟ لا يريد شيء من القوى السياسية، أعتذر عن الإطالة، يريد من القوى السياسية أن تأتي بشخصيات مثل ما نقول الشخص المناسب بالمكان المناسب، من رئيس الوزراء إلى الكابينة الوزارية، وشخصيات معروف عنهم بالمهنية والوطنية والنزاهة. الشيء بشيء يذكر. اليوم نلاحظ بأن مثال وزارة الداخلية العراقية والذي هي لديها التماس مباشر مع المواطن العراقي، على مدى 18 سنة هذه الوزارة خضعت إلى التحزبية وإلى المحاصصة، ولم نأتي بشخصية هو من رحم هذه الوزارة. لمرة واحدة في حكومة السيد الكاظمي أتينا بالسيد عثمان الغانمي، الفريق الأول الركن الذي كان رئيس أركان الجيش، وكل أبناء الشعب العراقي يعترفون بنزاهته ووطنيته وشخصية يحمل معيار الأخلاق والولاء إلى الوطن. أقلب الطاولة وحقق إنجازات في داخل وزارة الداخلية، واليوم أبناء المؤسسة الأمنية يستبشرون خير، والمواطن العراقي يلاحظ أن هناك استرياح وأمان بوجود أمثال هذه الشخصية. ما هو الضرر اليوم إذا نأتي بكل الكابينة الوزارية بشخصيات مستقلة ومهنية أمثال ما ذكرته عثمان الغانمي؟ هل الرحم العراقي الذي ولدت أمثال عثمان الغانمي لا تولد الكثير من الشخصيات؟ فمن هذا المنطلق المواطن يتحدث، يقول كفى محاصصة، كفى تحزبية، علينا بأن ولمرة واحدة القوى السياسية فعليها أن تعترف بأنها فشلت بإدارة الحكم على مدى 18 سنة، لكون المحاصصة والتحزبية لم نحصل ثمارها، أتت بالعراق إلى الهاوية. فهذه المسألة التي يتحدث بها المواطن العراقي،
أما القوى السياسية الأخرى المتمثلة بالإطار التنسيقي لا، مصرة ومتمسكة بأن تبقى تلك المحافظة المقيتة والتعذبية لا تغادر العملية السياسية.